حالته كويسه، وده راجع للتكوين المادي للمخطوط. يمكن من اكبر التحديات اللي بتقابل المرممين في الاوعيه المكتبيه ان هو مش بيرمم بس، لا ده كمان الوعاء بيرجع تاني للقارئ، فبالتالي يمكن الفرق ما بين ترميم الاوبجكت في المتاحف ان عمليه الترميم بتتم وبيرجع الاوبجكت تاني للفاترينا او للمتحف، لكن في المكتبات والارشيف بعد عمليه الترميم بيرجع تاني للرف، فبالتالي ممكن عمليات الاطلاع عليه تكون متاحه، فبالتالي احنا لازم نراعي الوضع ده. طبعا احنا بنعمل نسخ رقميه وبنعمل اتاحه للنسخ الرقميه علشان نحافظ على النسخ الاصليه، لكن في كثير من الاحيان بتبقى عمليه وجود النسخ الرقميه لكم هائل من الزملاء. محمد هنا يمكن في المرحله الاخيره من مرحله الترميم لمخطوطه من المخطوطات الاسلاميه، وهنا بيدينا انطباع عن اللي انا كنت بتكلم عليه في الاول، وهو حفظ الوعاء وحفظ الهويه الخاصه. للاسف في بعض عمليات الترميم اللي تمت في سنوات سابقه على يد غير متخصصين فقد عن طريقها الوعاء او المخطوط جزء مهم جدا من اصوليته، وهو الغلاف. الغلاف بيدينا انطباع عن المرحله الزمنيه بتاعته، تاريخه، مواد الاستخدام، الخامات اللي كان بيستخدمها، وده بيدل على الحاله الاقتصاديه والحاله الاجتماعيه، وبيدل على دلالات كتيره جدا في علم الكودكولوجي الخاص بالمخطوطات. فبالتالي المرمم بيبقى الهدف الاساسي بتاعه ان هو يحافظ على كل جزء موجود في المخطوطه. هنا المرمم حافظ على كل جزء من الغلاف الاصلي للمخطوط ورجعه تاني لمكانه زي ما كان بالظبط مع المعالجه اللي كانت تمت عليه قبلها. يمكن كمان عمليات الترميم اللي تمت على الوعاء، احنا مش متخيلين الوعاء ده كان في حاله تلف شديده جدا، وكان في تاكل حشري موجود في معظم الصفحات بتاعته، فبالتالي دلوقتي بقت الحاله بتاعته قابله للاطلاع وقابله للقراءه، ونقدر نرجعها تاني للشيلف بتاعها. طبعا هرجع تاني واقول المخطوطات والاوعيه شديده الندره احنا مش بنسيبها في ايد القارئ او المطلع بشكل كلي، لان بيبقى فيه منها نسخ رقميه او نسخ مايكروفيلم ممكن يطلع عليها، لكن اللي بيحصل ان هو في بعض الباحثين بنضطر ان احنا يبقى هو محتاج في بحث انه يطلع على الاصل، فبالتالي يقدر يطلع على الاصل ونقدر نحافظ على الاصل ده مئات السنين تاني في المستقبل. كانت الحاله بتاعته حاله سيئه جدا ومصاب بتلف كيميائي، الاسيديتي الخاصه بيه كانت عاليه جدا، فبالتالي بيتم برضو عمليات الترميم هنا هو باستخدام الجابانيز تيشو او الورق الشفاف، الترميم ورق الترميم الشفاف الياباني، علشان نقدر نبقى عمليه القراءه للوعاء تكون متاحه لو احنا هنعمل عمليه الترميم على التكس. بيتم دراسه وفحص الاحبار بشكل جيد عشان نقدر نعرف هل الاحبار ده هي قابله للاذابه في الماء ام لا، لان لو الاحبار قابله للاذابه في الماء فبالتالي احنا مش هنقدر نستخدم اي مواد لاصقه الوسيط بتاعها وسيط مائي، والعكس لو هي قابله للاذابه في بعض المحاليل الاخرى ايضا مش هنقدر نستخدم مواد لاصقه من المواد الموصي ليها في عمليات الترميم يكون الوسيط بتاعها غير مائي، وسيط كحولي مثلا على سبيل المثال. فبالتالي دي عمليه مهمه جدا قبل ما المرمم ياخد قرار انهي لاصق هيتم استخدامه في عمليات الترميم.